اهلا بحضراتكم، عاملين ايه؟ كله تمام يا رب، تكون كل حاجه بخير وعالي العال. الواحد من زمان يا جماعه ما دردش معاكم كده بقلب مفتوح. تعالوا ندردش دقيقتين ثلاثه كده. في فتره من، معلش انا عايز اشاركك في لقطه كده، في فتره كده من فترات حياتي اللي هي بالتاكيد مش طويله ومش قصيره، متوسطه يعني 48 سنه، يعني مريت بمرحله صعبه جدا جدا. والمرحلة دي غير انها عدت وكل حاجة، وكل حاجة بأمر ربنا سبحانه وتعالى بتعدي يعني، بس لازم تقعد تتأمل الأوقات الصعبة اللي في حياتك، لأنه دي بتبقى من أهم الدروس اللي انت بتتعلمها. بيبقى في عندك فرصة انك انت ايه، تلقي النظر بإمعان بمنتهى العمق على تفاصيل حياتك كلها، اللي فات، اللي انت عايشه في ظل الصعوبة، وتلقي النظر على تركيبتك، على شخصيتك، على عاداتك، على سلوكك، على قراراتك، وتقعد تفندها وتحللها، ايه الصح وايه اللي مش صح الى اخره. وفي نفس ذات الوقت يا مؤمن تقعد تبص حواليك وتبدأ تركز، مين هم الاصدقاء، مين هم حبايبك، مين هم الناس اللي انت تقدر تركن عليهم في وقت الأزمة. أنا مثلا طلعت في المرحلة دي بأنه في عشرات الناس في حياتي لا هم أصدقاء ولا أي حاجة، ومش عاوز أعرفهم تاني خالص، لأنه أنت عرفت حقيقتهم في وقت صعوبة، ولقيت أنه أصدقاء العمر الحقيقيين، يعني مثلا شلتي بتاعت المدرسة هم دول أصحابي الحقيقيين اللي فعلا ما اقدرش استغنى عنهم ابدا، اصحابي. احنا صحابنا كده مسمين نفسنا الناصيه، يعني علاء طبعا الكرار هيبقى عارف، يعني دي قصه تانية احكي لكم بعدين ليه اسمنا الناصيه، عشان كنا بنقعد يعني في بيت علاء واخد ناصيه كده في الدقي، فاحنا ما كناش بنقول لسه هروح، اقول هروح البيت عند علاء رايحين الناصيه وخلاص. المهم يعني سيبنا من دي، تفصيله تافهه يعني. بس كان اكتشافي بالنسبه لي انه أصدقائي اللي بجد هم أصحابي اللي أنا متربي معاهم من وأنا عندي 4 سنين، من وإحنا في الحضانة، وفضلنا أصحاب طول عمرنا لحد اللحظة اللي إحنا فيها. ربنا يدي الصحة للأحياء ويرحم اللي فارقوا دنيانا، لأنه في مننا مجموعة فرقت الدنيا، ربنا يا رب يرحمه. بس دول الأصدقاء اللي بجد، الأصدقاء اللي بيعرفوك مش عشان في مصلحة، والأصدقاء اللي بيعرفوك مش علشان خاطر هم مصاحبين فلان اللي ممكن يبقى له شهرة ولا صيت ولا سلطة، ولا هم أصحابك وبيحبوك في المطلق وبياخدوا بخاطرك دايما في المطلق، بس مفيش شروط. أصحاب من غير ما كان يبقى فيه أي مصالح ما بين عيال صغيرين عندها 4 سنين، يعني يدوب متكلمين جديد وبنحاول نتعلم القراية والكتابة، أقصى أحلامنا إن إحنا نشتري حاجة ساقعة وشوكولاتة وبسكوت يعني ده كل أحلام الطفولة، يعني نحضر الأعياد الميلاد بتاع بعضنا مثلا. فالأوقات الصعبة دي هي اللي أنت بتقدر تعرف بيها، زي ما كده يسموها ما بين قوسين القدامى، يقول لك اللحظات الفارقة في حياة الإنسان، هي دي اللحظات الفارقة. طيب احنا في مصر لحظة فارقة او وقت فارق، عاوز تصدق الكلام اللي هقوله حقك، مش عاوز تصدقه برضو حقك. انا لا اطالبك ابدا عزيزي المشاهد بان تصدق، ولن اطالبك بألا تصدق، انا كل اللي طالبك بيه شغل عقلك، لكن هي هتعدي، هتعدي زي ما عدت حاجات كتير قبل كده. وعايز أفكرك بما أنه النهاردة 15 يناير، ده عيد ميلاد جمال عبد الناصر، الزعيم خالد الذكر، الزعيم جمال عبد الناصر. عارف ليه عبد الناصر كان زعيم؟ شوف أنا خدتك من فين وديتك فين؟ عشان عبد الناصر كل اللي شغل نفسه بيه هو مصر ومستقبل الأمة العربية وبطبيعة الحال إفريقيا، وأصبح جمال عبد الناصر كل اللي بيفكر فيه هو إن الشعوب تعيش حياة أفضل بعيدا عن الاستعمار والإمبريالية. بس عبد الناصر كان محظوظ جدا،
محظوظ لأنه العدو بتاع عبد الناصر واضح جدا، الإمبريالية، الغرب إلى آخره، مش عاوزين التجربة المصرية تنجح تحت أي حال من الأحوال، مش عاوزينه ينجح، مش عاوزين مصر تقف على رجليها. عملوا كل حاجة ممكنة علشان يجهضوا التجربة بتاعة جمال عبد الناصر في مصر. أنا من الناس اللي ما بحبش أسميها التجربة الناصرية، لأن هي تجربة مصرية في عهد الزعيم خالد الذكر. حلو؟ ده جمال عبد الناصر اللي حضراتكم شايفينه، بس انتوا شايفين قدامكم شكل جمال، بس مش شايفين حب الناس لجمال، إيمان الناس بجمال. بس جمال الله يرحمه كان محظوظ، محظوظ لأنه الناس كان عندها قدر عالي جدا من الوعي، محظوظ لأن الناس مؤمنة بهذه التجربة، الناس عايزة تبذل كل جهد ممكن علشان مصر تنتج من الإبرة للصاروخ. ده الشعار بتاع الفترة اللي كان بيحكم فيها جمال عبد الناصر جمهورية مصر العربية، وفي مرحلة الجمهورية العربية المتحدة، ثم عودة مرة تانية لجمهورية مصر العربية. كل ده حديث في السياسة، بس الستة مليون بني آدم اللي مشيوا ورا جمال كان جمال محظوظ بيهم، محظوظ بناس ما خذلتوش. لما اتعمل حصار اقتصادي على مصر، ومصر ما بقى قعدت 7 سنين مش عارفة تستورد الشاية، الناس ما طلعتش تهلل ضد جمال. وأصل برضو جمال عبد الناصر كان محظوظ عشان ما كانش فيه فيسبوك، ما كانش فيه تويتر، ما كانش فيه انستجرام، ما كانش فيه تيك توك، ما كانش فيه شوية عيال هايفة طلع تدلي بأي شيء، وكل يدلو بدلو فيما لا يفهم ولا يفقه. جمال عبد الناصر كان محظوظ زي ما كان محبوب، كان في إيمان بأنه احنا خرجنا من حقبة تعيسة قبل 52، تعيسة. وسيبك من البلاهات والعباطات والغباوات بتاعت مصر قبل 52 كانت أغنى دولة، ما حصلش. الناس في مصر كانت كلها بتخش المدارس، ده ما يكملش 0.5% يا راجل اللي انت كنت بتتفرج عليه في افلام الابيض واسود. ولو عاوز تتفرج على افلام الابيض واسود وتعتبرها مرجعيه حقيقيه لحضرتك عن المجتمع، الناس كان طالع عينيها هي واللي خلفوها ومش لاقيين اللضا، عشان كان في كتله مسيطره على الفلوس، مسيطره على مقدرات الدوله، مسيطره على ارزاق الناس. كان في وسايا، يعني كان في اقنان، عبيد ارض. جمال ورجالته، يوسف صديق ورجالته، خالد محي الدين ورجالته، صلاح سالم وجمال سالم ورجالتهم، خدوا البلد من ايدها وطلعوا بيها لفوق. كان عندهم حلم، حلم كبير، ان يبقى في حاجه اسمها جمهوريه. محمد نجيب مغبون الحق الذي اعيد له حقه من كام سنه بس، الناس دي كان عندها حلم، حلم الجمهور، حلم الجمهورية، حلم العدالة الاجتماعية، حلم القضاء على الفقر، حلم ان احنا يبقى في عندنا صناعة، حلم ان الناس تبقى عندها عزة وكرامة وإباء وشمم، حلم. بس كان جمال عبد الناصر هو وكل رفاقه محظوظين بهذا الشارع المصري. انا عايزكم تشوفوا تقرير انا اراه لن يوفي المرحلة حقها، بس مهم ان احنا نتفرج عليه في عيد ميلاد جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر زعيم خالد حفر اسمه بأحرف من نور في التاريخ بفضل مواقفه الوطنية التاريخية الخالدة. هو أحد أهم قادة ثورة يوليو عام 1952، ورائد حركات التحرير في الشرق الأوسط والدول الأفريقية، وهو ثاني رؤساء الجمهورية، كما أنه من مؤسسي حركة دول عدم الانحياز. ولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير من عام 1918 بالإسكندرية، وتخرج في الكلية الحربية في يوليو عام 1938، ثم رقي إلى رتبة ملازم أول في عام 1940. شارك جمال عبد الناصر
مصر في حرب فلسطين في عام 1948، وعقب عودته عين مدرسا في كلية أركان حرب بعد أن اجتاز امتحانها. وفي يوليو عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار، والتي كان له فيها دور رئيسي، حيث نجح الضباط الأحرار في 23 من يوليو عام 1952 في القيام بالثورة وسط دعم شعبي، ثم أعلنت الجمهورية في عام 1953. واصل عبد الناصر نضاله الوطني وخدمته لمصر، وفي 17 من أبريل من عام 1954 تولى رئاسة مجلس الوزراء قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية في 24 من يونيو عام 1956. للزعيم الراحل مواقف خالدة وقرارات جريئة وأفكار وطنية، حيث تبنى فكرة إنشاء السد العالي الذي مثل ملحمة وطنية سطرها المصريون، ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين. وفي 26 من يوليو عام 1956 أعلن قراراً بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وبعد مسيرة وطنية حافلة، رحل الزعيم جمال عبد الناصر عن عالمنا في 28 من سبتمبر من عام 1970، وشيع جثمانه الملايين في جنازة مهيبة لرجل أفنى عمره في خدمة الوطن. جمال عبد الناصر أفنى عمره في خدمة الوطن. جمال عبد الناصر اللي تولى مقاليد الحكم في البلاد وهو عنده 38 سنة. جمال عبد الناصر اللي مات قبل ما يتم 60. انت ناصر يا يوسف اطلاقا خالص، بس لا املك غير ان انا احترم الراجل. شخصيه وطنيه بامتياز، حبه مصر لدرجه مخيفه، يكاد يكون حب مصر اكتر ما حب بيته وولاده. جمال عبد الناصر، عشان كده كنت بقول لك كانت المرحله، عبد الناصر برضه كان محظوظ في انها خالص اعدائه مين؟ الامريكان والانجليز والغرب. النهارده اعدائك مين؟ هتقعد تفكر، هتقول يا ترى هو الجماعات المتشددة والمسلحة، ولا الإخوان المسلمين بشكل خاص، ولا هو المؤامرات اللي ممكن بتحاج جوه بعض من عواصم صنع القرار ضد هذا البلد لنفس ذات السبب، إجهاض التجربة. هو أنت متصور ليه بجد والله العظيم أنه في حد عاوزك ترفع راسك ليه؟ يعني عشان هما ملايكة مثلا؟ بجد أنت متصور أن العالم ملائكي؟ لا، هو مش من دلوقتي ولا من السنة اللي فاتت، هو طول الوقت العالم بيحيك المؤامرات ضد بعضه البعض. يعني هو الأخ الإسكندر المقدوني ابن الملك فيليب الثاني موحد الجزر اليونانية جه مصر يعمل ايه؟ جاي عاوز يشرب من مية النيل مثلا؟ كان حابب يقضي كام يوم في سيوة؟ لا، هو جاي بناء على مؤامرة، انا هحتل البلد دي، وكان بيعمل توسع امبراطوري ضخم جدا. ده مثلا، هو طول الوقت ده حاصل، دول تنتظر ضعف دول أخرى أو تساعد على إضعافها أو تساعد على إسقاط أنظمتها، فتبدأ تعمل إيه؟ تنهب من ثرواتها ومن خيرها. يعني الإمبراطورية الرومانية اللي جت لنا من إيطاليا في نهاية العصر البطلمي، سقوط يوليوس قيصر من ناحية، الرجل اتقتل ومات، كليوباترا ضعيفة، يروحوا جايين الناس في روما يحرك الأسطول، هننتقم من كليوباترا وننتقم من مارك أنطونيو اللي عاوز ينتقم من قتلة يوليوس قيصر، درس تاريخ بسيط كده، فيحتلوا البلد ويحولوها إلى سلة القمح بتاعتهم. عاوز ينهب، أمال أنت فاكره كان جاي ليه برضه؟ جاي بيصيف عندنا مثلا؟ فأنت متصور أن القوة في العالم لما بتبص على التجربة المصرية بترقع مليون زغروطة؟ لا، ومش عاجبه ان انت تقف على رجليك، وامل حياته انه يضحضحك، ومش بس في الغرب، وفي حتة تانية كتير. وساعات اللي تحسبه موسى يطلع فرعون عادي، ما يجراش حاجة يعني. بس هي المسألة انه فعلا جمال عبد الناصر كان محظوظ، عشان هم كانوا عارفين ساعتها العدو مين، فتلاقي الخطابات واضحه بتاعت جمال عبد الناصر، يتحدث عن الغرب، يتحدث عن الامبرياليه الى اخره. ده على سبيل المثال. جمال عبد الناصر ما حدش قال له هو انت بتعمل السد العالي ليه؟ لكن لو انت بتكتشف حقول غاز هيتقال لك ليه
وده غريب جدا. جمال عبد الناصر محدش قال له انت بتضيع فلوس مصر على السد العالي، لكن لما تعمل مصانع ومجمعات لتسييل الغاز ولا انتاج هيدروجين اخضر ولا لما تعمل مجمعات صناعيه ولا لما تحفر قناه سويس جديده ولا ولا ولا، يتقال لك ليه؟ اول ناس في الدنيا يشوفوا دولتهم بتعمل مشروعات عملاقه يردوا على الدوله يقولوا لها ليه؟ ابوك عمل مصنع زغنطت قد كده اهو جنب الوظيفه فبيزود دخل البيت، تروح انت رايح له ليه؟ ليه خدت فلوس عيد ميلادي عشان تعمل المصنع؟ ليه؟ قول لي انت. جمال عبد الناصر هل كان ما عندوش حاجه وحشه خالص؟ اكيد كان عنده، بس في عيد ميلاده احنا مش بصدد هذا الحديث، احنا بصدد الحديث عن مشروع بلد، عاوز بلد تقف على رجليها مش بس كده وتبقى قائدة إفريقيا مش بس كده وقائدة العرب مش بس كده وتبقى رمز قدام كل الشعوب. حالة واحنا في 2014 عايزين نفس الأهداف، بلد تقف على رجليها، بلد قائدة العرب، بلد قائدة إفريقيا، بلد رمز قدام كل الشعوب. والله العظيم والله 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 لازم تروح تتمشى في بغداد وتسمع كلام اخواتنا العراقيين بيتكلموا عن مصر ازاي. انا بقول لك بغداد عشان انا بس لسه راجع من كام اسبوع، يعني داخلين على شهر مثلا من ساعه ما رجعنا، كنا هناك 24 ديسمبر باين حاجه كده. شوف بيتكلموا على بلدنا ازاي، بيتكلموا على التجربه ازاي، بيتكلموا على الحلم اللي في مصر ازاي. دي ناس شايفة قيمة اللي حاصل هنا. المصيبة ان انت بتزعل. لا ومش بس كده، انت مش عاوز تدفع تمن. كل سنة وانت طيب يا جمال. يا بختك يا جمال. يا بختك. رحم الله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ممكن نطلع فاصل ونكمل الكلام ولا مش ممكن؟ ها؟ معقولة انتوا شايفين انه كده مناسب؟ مش ناخد فاصل احلى؟ اشتروا مني ناخد فاصل وبعد كده نكمل الكلام. والله العظيم منتخب مصر ده مبهر جدا يعني. طبعا اظن انتوا عرفتوا ان منتخب مصر حقق الفوز الثاني على التوالي في كاس العالم لكره اليد، دي المره دي على حساب المغرب بنتيجه 30-19. الفوز كده يا جماعه بيرفع رصيد مصر للنقطه الرابعه في صداره المجموعه السابعه. طيب كده بالنتيجة بتاعة 30-19 مع المغرب احنا بنضمن بإذن الله سبحانه وتعالى التأهل للدور القادم. يحتاج بقى الفوز على أمريكا لضمان الصدارة، يعني لو فزنا على أمريكا خدنا صدارة المجموعة والوصول لدور المجموعات الثاني بالنقاط الكاملة. البطولة زي ما حضراتكم عارفين هي بمشاركة 32 منتخب، وده للمرة الثانية في التاريخ، وتستضيفها دولتين بالمناسبة، بولندا والسويد، خلال الفترة من 11-29 يناير اللي احنا فيه سنة 23. البطولة بتشهد مشاركة 7 منتخبات عربية لأول مرة، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والبحرين وقطر. كده 7 مصر، أنا أحب أعد. طيب كل اللي أقدر أقوله يا جماعة، إحنا منتخبنا بتاع كرة اليد ده منتخب رائع مهول، بيحقق طول الوقت مراكز، تصنيفه قاعد عمال يعلى سنة ورا التانية. وبالمناسبة تاريخيا يعني إحنا في كرة اليد فعلا فعلا متميزين. أنا أتمنى كل التوفيق لمنتخب كرة اليد المصري، أتمنى بإذن الله قادر يا كريم ناخد البطولة وقدها وقدود ونغني والله وعملوها الرجالة ونهيص وننبسط وتبقى لحظات جميلة. بما إني كنت بتكلم على جمال عبد الناصر، والنهاردة الحلقة مش هقولك هتبقى واخدة خط ناصري خالص،
هي واخده خط مصري بامتياز، وهقول لك قدام شويه برضو ليه. يعني احنا اتكلمنا على عيد ميلاد جمال عبد الناصر، ودلوقتي هنتكلم على السد العالي، وفي اخر الحلقه هنتكلم على صلاح جاهين. ولا تستطيع ابدا انك تتكلم على مرحله الستينيات من غير صلاح جاهين اطلاقا. بس هرجعك على السد العالي، مش انا كنت من شويه بقول لك ولما جمال بنى السد العالي مصر كلها كانت بتسقف، كلها كانت فرحانه، كلها العالم كان بيبص على التجربه دي بتاعت هو ايه ده؟ انت بتأمم القناه وبعدين تبدا تمول من عائدات القناه السد العالي. محدش قال للجمال والنبي لا توزع علينا اكل وشرب. محدش قال للجمال والنبي عائدات القناه حطها لنا في البنك على مرتباتنا. جمال قال احنا هنأمم عشان نبني السد، عشان بعمل مشروع صناعي كبير في مصر، فعاوز طاقه، عايز كهرباء. محدش قال له يا جمال طاقه ايه؟ معقول الكلام ده؟ احنا عايزين نزود المرتبات. وبالتالي جمال ما كانش محتاج وقتها يشرح انه لما بعمل صناعه يبقى انا اكبر الاقتصاد، ازود فرص العمل، ازود ساعتها المرتبات تزيد بشكل تلقائي، الناس تعيش وتتبسط. فمحدش وقف في وش جمال وهو بيوجه عائدات القناه لبنى السد. السد اللي اصبح اكبر سد ركامي في التاريخ. السد اللي كانت العالم كلها او العالم كله كان بيتكلم عنه وعلى قدرته المهوله في توليد الطاقه الكهربائيه. السد اللي ساعد على حمايه مصر دائما من اي جفاف محتمل. المصريين بقى، الاف من المصريين كان ليهم ملاحم، مش هقول لك قصص، ملاحم، لانه مؤمنين بالتجربه، لانه واثقين في التجربه. فتلاقي انه من ضمن الملاحم بتاعتنا على سبيل المثال، تعرفين احنا كده 52 سنه على افتتاح السد العالي، السد اللي بناه المصريين بقرار من الزعيم جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر ما شافوش في الافتتاح. يعني عندنا مصري عظيم هو المسعف ابراهيم حامد، احد شهود ملحمه بناء السد العالي. ازيك يا عم ابراهيم؟ الله يبارك فيك يا باشا. الله يكرمك. عامل ايه يا عم ابراهيم عظيم؟ الله يبارك فيك. بخير والله يا استاذ، الله يبارك فيك. طمنا عليك وعلى الصحة. عال كده وحلوة وطيبة؟ الحمد لله أحسن من غيري كتير. الله أكبر. 80 سنة دلوقتي وشوية، أحسن من ناس كتير يعني. الحمد لله يديك الصحة وطولة العمر. احكي لي على حكايتك مع السد يا عم إبراهيم، وأنا عارف إن أنت عند أيوه، هي الصورة دي عندنا صورة أهو، وأنت ماسك شهادة موقع عليها جمال عبد الناصر بنفسه. بالظبط. شهايد مشهود يعني من عبد الناصر الله يرحمه، والمؤتمر القومي اللي انت موضعها لي دي، الدكتور خالد عبد الناصر، واخد بالك؟ فكل الشهايد كثيره يعني اللي اخذتها منها، واخد بالك؟ المؤتمر القومي عبد الناصر، محافظ اسوان مصطفى السيد ماخذ منه تقدير برضه. انت عايزني بقى احكي لك القصه من الاول ولا احكي لي القصه من الاول يا عم ابراهيم؟ طبعا يا سلام، احنا نطول. اللي حصل، انا دخلت الخزانه الطبيه في مستشفى اسكندريه العسكري راس التين. ايوه عارف. وانا كنت في الحاله دي راسي باعدادي يعني. فدخلت الاقسام كلها اللي هي الباطنه، الجراحه، الصدرية، الاستقبال، كل العظام، مضيف على جميع الأماكن دي. ماشي. فطبعا مع التدريب العملي في تحليل محاضرات، برضو ناخذ ساعة محاضرات. فمن نهاية الثلاث سنين حصلت على الشهادة اللي هي ايه، ممرض خبرة. حلو. فطلعنا على طول في اول سنه 63، جيت هنا السد العالي، قدمت الاوراق دي لشركه مصر الاسمنت المسلح
اللي هي كانت تبني القواعد بتاعت السد العالي التوربينات والكلام ده كله، جميع الحدث المسلح يعني. فقعدت في اولها من يعني تعين 63 اولها لسه قبل ايه تحويل مجرى النيل بتاع سنه يعني. ماشي. انه مجرى النيل تحول في 64. فطبعا ايه اول ما وصلت انا شافوا الاوراق، كنت اتبع الامن الاداري والصناعي، فادوني كشك على للموقع. الموقع ده كان ايه القناه الاماميه اللي هي هتحول على النيل الجديد ويتقفل النيل القديم. فطبعا بيني ما بين القناه الاماميه ارتفاع بتاع 80 متر، فكان في شغل تفجيرات تتفجر وبيفتحوا القناه الاماميه دي اللي حتدخلوا ميه على ال 12 توربينه دي. فطبعا انا ما كنتش متوقع انه الحجار حتفر او الديناميت لما يضرب حتاجي في الماء فوق كشكي. مستلم انا الكشك فيه شنطه اسعاف، فيه كرويته، فيه كرسي، واخد بلد بقول عليها والعيال يقول عليها. فما كنتش متوقع لان انا داخل جديد المكان ده. وبيني ما بين الزفجرات دي 70 متر. فواحد جاء قال لي يا ابني انت قاعد هنا ليه دلوقتي؟ قلت له اروح فين يعني؟ الدنيا اللي فيه شجره ولا فيها ولا ظله ولا حيط اقعد على عليه. قال لي يا ابني ما تضمنش، في تفجيرات الساعه 2:30 اطلع معايا. مشينا انا والراجل ده بتاع كيلو مطرح اسمه ضغط الهواء. وقعدنا تحت ضغط الهواء وقامت التفجيرات والدنيا اترجت والاتربه والحجاره اتنترت وحاجه صعبه جدا بقى. فاخذنا ساعه في المكان ده ورجعت ثاني. لما رجعت لقيت الكشك ده مدمر تدمير كامل، وشنطة الأسعاف مكسرة والدواء مكسر وكله. فأتخلعت على العهدة بتاعتي وعلى مستقبلي، قعدت أبكي. فأخذت بعض رجعت الأمن الصناعي للمدير وحكيت له الموضوع. قال لي يا ابني أنت فيك حاجة؟ قلت له الحمد لله أنا ما فيش على حاجة، لكن العهدة كلها ضاعت والأدوية دعكت. قال لي يا سيدي كل حاجة صغور، أهم حاجة أنت. أنا في الحالة دي كنت برتعش بقى وخوف ورعب. قال لي خذ أجازة يومين وتعال لي، أنا حسلمك أحسن من الشنطة الأولانية اللي معاك وأحسن من الكشك بتاعك وكل يقول في داية، أهم حاجة أنت. ماشي. طبعا في الحالة روح ردت ليا. فقلت له بارك الله فيك. اخذت بعض رخصه 50 وجيت راجع سلموني برضه شنطه اسعاف جديده وكل المتعلقات اللي ضاعت بيا. طب حلو. غيروها وغيروا لي المكان. قال لي ابعد على قد ما تقدر، ودوا الكشك بعيد من منطقه العمل دي. فدي المصيبه اللي انا ايه اول ما شفت في السد العالي فيها. بعد كده طبعا اخذنا سنه وتحول مجرى النيل، ورحت التحقت بالمستشفى بتاع السد العالي شرق. ايوه. برضه في تخصصات زي المستشفى اللي انا كنت فيها، باطنه ورياح واستقبال وعظام وكل جميع التخصصات. يعني كانوا يجوا لك مصابين ازاي يا حاج ابراهيم؟ يعني ايه شكل الاصابات اللي كانت بتجي لك؟ في كسور وفي موت. يا سلام. حتى يعني موت يعني عربيه القلب مثلا، حجر يجي للعامل من الدراميت يضرب ضربه يموت فيها. كله ده كنت بفتش برضه الجماعه اللي الميتين واشوف المتعلقات اللي معاهم، يعني مثلا كرنيه يعني سبكي يعني اي حاجه. فلوس طبعا كان الفلوس ضعيفه، كانت ايامها ربع جنيه وعشر قروش وخمس قروش كان القرش اللي ماشي. الجنيه ده كان جنيه كبير قوي.
يسوي الألف وشوية كمان الكلام ده. فطبعا قعدت أنا في المستشفى التحفيز العالي شكلي لقيت مرضت الصيدلية برضو أنت تدربوني في الصيدلية، والدكتور حلمي خليفة كان اسكندراني خلى الدكاترة يكتبوا بالعربي معايا اثنين تاني مع الدكتور ده الصيدلي. والمصرف العلاج كان عندنا العلاج متوفر للعمال، العمال اللي هم تبع شركة عثمان تبع الهيئة العامة لبناء العالي كله مجانا العلاج ده كان، لأنه كانوا شغالين بيجيب جواب ويكتبوا لهم العلاج اللي هي أو يشوفوا الحالة بتاعته. من ضمن العلاجات كان فيه برسام منوم، فيه برسام مسحر، فيه برسام مبسط، كل البرسامات دي كل حاجة شفناها بس ربنا كرمنا ما بقناش ناخد منها. وفضلت موجود هناك كم سنة يا حاج إبراهيم؟ لا ما بس قعدت بقى كم سنة هناك؟ في المستشفى دي لغاية أنا قعدت لغاية ما وصلت على المعاش سنة 2000 من حوالي 63 لحد 2000 63 باين لغاية ما طلعت على 2000 يا رب. كل ده عمل في المستشفى برضو ربنا يديك الصحة يا حاج إبراهيم. احنا الله يبارك يعني فيك. انت مش متخيل مدى فرحتنا كده واحنا سامعين صوتك وحكاويك. وربنا يا رب يدي لك الصحة وطولة العمر والبركة في العمر ويبارك في صحتك يا رب، ونسمعك كده ونسمع حواديتك معانا كل سنة. المميزات مثلا ماشي قول لي، احنا اتكلمنا على الحاجات الخطرة كلها الحاجات الصعبة. ايوه المميزات طبعا ادوني شقة وعلمت فيها اولادي، وكان تعليم ايه مش كده صعب يعني. وعندك كم ولد يا حاج ابراهيم؟ عندي 3 اولاد. الله اكبر. وقعت فيهم مدير الضرائب العقارية ما شاء الله، وأحمد إبراهيم مهندس حاسب آلي، وحمادة إبراهيم زي إيه سواق تاكسي يعني عند عربية الملكو ما شاء الله ربنا. أما البنات 4 كلهم متعلمين ما شاء الله، فيهم أخصائي اجتماعية نقول عليها معهد عالي خدمة اجتماعي فيها كلية تربية أسوان واخد بالك انت. البنات برضه كلهم متعلمين والاولاد متعلمين، وانا رحت الحج مرتين برضه، وام العيال الله يرحمها برضه وديت الحج مرتين، وكان الحج ايامها ب 4500 طلعنا طياره جمعيه في ستة الحج والعمره تاثر بالعالي. طلعنا برضه رحنا الزيارات اللي زي معبد الكرنك، وادي الملوك، مصنع السكر بتاع كومنبو طبعا، رحلات للبحر، رحنا المصايف كله على حساب الحكومه. دي المميزات يعني بقول لك عليها. يا سلام يا سلام سلم، وهم يلاقوا احسن منك يا حاج ابراهيم علشان يبسطوك ويبسطوا اولاده واحفاده كمان. ربنا يخلي ويخليك لينا كلنا يا رب. كل الشكر ليك يا حاج ابراهيم، كل الشكر للحاج ابراهيم حامد. مسعف مصري واحد من شهود ملحمه بنى السد العالي، قلنا هنبني واد احنا بنينا السد العالي. خد بالك بقى من الجمله الجايه، يا استعمار بنيناه بايدينا السد العالي. في عدو عارفينه، دكتور جمال شقره واحد من اكبر واهم مؤرخينا في عصرنا الحديث واستاذ التاريخ المعاصر غني عن التعريف. ازيك يا دكتور؟ يا رب يخليك، متشكر جدا. يا رب يخليك لينا يا رب، ودايما نسعد بلقائك موجود معنا كده في الاستوديو، بس في حاله عدم الاتاحه نبقى نسمع الصوت. ده شرف ليا واتقابل مع اعلامي مثقف. العفو يا فندم، العفو خالص خالص يا فندم، انت لبزتك يا فندم. دكتور جمال، النهارده العيد عيدين، عيد ميلاد جمال عبد الناصر وعيد ميلاد السد العالي. تمام. انا
وانا بتكلم حتى في بداية الحلقة فكنت بقول جمال عبد الناصر كان بيعمل تجربة قدام العالم، ولما عمل السد العالي، وده بقى هنا انا اسال سيادتك عشان انا مهم عندي ان انا اتاكد برضو انه هو لما جه جمال عبد الناصر وقال احنا هنوجه ايرادات القناة لبنى السد العالي، الناس وقفت وقالت له ليه ما توزعها علينا فلوس؟ لا طبعا. تمام، يبقى احكي لنا حدوتة السد يا دكتور جمال وحدوتة تجربة عملها جمال. تمام، يعني عايز اقول في الاول ان ده اعظم مشروع هندسي في القرن العشرين. صحيح. ووفقا لتقرير الهيئة الدولية للسدود انه تفوق على جميع المشاريع العملاقة اللي بنيت في القرن العشرين. طبعا زي ما حضرتك قلت كان الهدف منه حماية مصر من الفيضان والاستفادة من المياه التي كانت تهدر في البحر المتوسط. صحيح. واستخدام هذه المياه في استصلاح الأراضي وتحويل نظام الري من الري الحياض إلى الري الدائم. الري الدائم. وتخزين المياه للاستفادة منها في فترات الجفاف. ليه هو عظيم؟ ليه هو عظيم هندسيا؟ ممكن نقول انه طول السد 3600 متر وعرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 متر، الارتفاع 111 متر. استخدم في بناء السد 43 مليون متر مكعب اسمنت وحديد ومواد اخرى. البحيرة بيبلغ طولها حوالي 500 كيلو متر ومتوسط العرض 12 كيلو متر، وسعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب. يمكن أنا حرصت أن أنا أقول الأرقام دي علشان أقول أنه مصر، أنه حمى مصر من سنوات الجفاف 1979 إلى 1987، سبع سنوات عجاب. وإيراد النهر في السبع سنين كان شحيح جدا، وفي نفس الوقت لما عاود الفيضان قوته سنة 1998 لغاية 2002 لم تتعرض مصر لأي خسائر. احنا أمام مشروع عظيم الحقيقة، وأمام إرادة سياسية قوية من جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة اللي أقروا بناء هذا المشروع. الحكاية زي ما غناها عبد الحليم مش حكاية السد، حكاية كبيرة، حكاية صراع مع الغرب الذين أرادوا إهانة مصر برفض تمويل مشروع السد العالي. وهنا يعني عايز أقول لحضرتك لما نشوف مذكرات أنتوني إيدن نكتشف أنه كان بيتمنى أنه يبني السد العالي أو تبني إنجلترا السد العالي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية كان ليها رأي آخر. ولذلك دارت معركة سياسية من معارك الحرب الباردة، الحرب الباردة اللي بدأت سنة 1947 كانت مصر في القلب من هذه الحرب، وانتهى الأمر بأن البنك الدولي بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية يهين مصر ويرفض تمويل المشروع. وهنا لما نبحث عن الأسباب نكتشف أنه من بداية الثورة، والثورة تتعرض لضغط من إسرائيل وتتعرض لضغط من الولايات المتحدة وتمنع الولايات المتحدة السلاح عن مصر، فلما نجح جمال عبد الناصر في كسر احتكار السلاح واستيراده من الكتلة الشرقية صبغة الأسلحة الشهيرة اللي هي صبغة الأسلحة التشنيكية، أرسلوا له كيرمت روزفلت رجل المخابرات الأمريكي ليقنعه عن العدول عن الصفقة، لكن عبد الناصر أخذ الصفقة
ولما قالوا له مصر هتتحول لشيوعية رد عليهم وقال لهم ده شعب متدين وانتم اضطرتون ان انا اخد صفقة الاسلحة من الاتحاد السوفيتي. ثم ارسلوا له اندرسون في مهمة، والمهمة هنا كانت مقايدة عبد الناصر على ان يعقد سلام منفرد مع اسرائيل في مقابل بناء السد العالي، في مقابل تمويل بناء السد العالي. والحقيقة أن عبد الناصر سمح لأندرسون أنه يأتي، ولكنه كانت المقابلات تتم من تل أبيب إلى روما، وهناك كان علي صبري وزكريا محي الدين بيلتقوا بأندرسون. ولما نشوف الوثائق، وفي منها وثائق لم تنشر حتى الآن، بنعرف إنه عبد الناصر كان يبرد غضب الأمريكان حتى يتمكن من تدريب القوات المصرية على صفقة الأسلحة التشريكية، ولذلك رفض مسألة المقايدة والدخول في سلام منفرد والتخلي عن القضية الفلسطينية في مقابل بناء السد العالي. لما رفضوا التمويل وأعلنوا في بيان صحفي إهانة لمصر، كان رد جمال عبد الناصر تأمين قناة السويس وحيبني بإيراد القناة اللي كان حوالي 35 مليون جنيه استرليني، والقناة كانت هتتكلف مليار دولار وفقا بأسعار هذا الزمان، والاتحاد السوفيتي ساعدنا وأسقط حوالي ثلث هذا المبلغ، لكن تأميم القناة كمان كان مدروس. عبد الناصر درس قرار تأميم القناة من ناحية، ودرس كويس قوي الآثار الجانبية لمشروع السد العالي، علشان اللي بيتكلموا كتير عن الآثار الجانبية، كان فيه دراسة جدوى بتقارن بين النتائج الإيجابية للسد العالي والآثار السلبية اللي ممكن معالجتها. فده مشروع عظيم وملحمة سياسية برزت فيها إرادة عبد الناصر وإرادة الشعب المصري القوية. والله ده فعلا مما لا شك فيه. أولا خليني أشكرك جدا دكتور جمال شقرة على هذه المداخلة شديدة الثراء واللي توضح لك أكتر من نقطة. أولا بصوا يا سادة، خدت بالكم دكتور جمال شقرة هو بيشرح فعرج بالحديث حول رجال المخابرات المصرية أستاذ زكريا محي الدين المؤسس الأول للجهاز العبقري الفز. أنت عارف أنه أنا من أول ما عرفت اسم، مع طبعا حفظ اللقب، زكريا محي الدين، وأنا مش هزار عندي حالة بيسموها إيه، هوس بهذا الرجل، لدرجة أن أنا قعدت أفكر في أنه أنا عندي هواية على جنب، أن أنا بكتب كده، بكتب لنفسي، سيبك من المقالات، بكتب لنفسي، مهم أكتب فيلم عن زكريا محي الدين، فيلم. وده لازم ياخدك على رجال الظل، الناس اللي أسميها مش متداولة كتير، القصص والملاحم، وتقدر تعتبرها كده بتعبير إما حروب الغرف المغلقة، الأجهزة اللي قاعدة عمالة بتشتغل طول الوقت علشان تعدي بيك وانت لا شايف ولا سامع ولا عارف ولا حد عاوزك لا تسمع ولا تشوف ولا تعرف. الناس دي مش بتشتغل علشان تطلع على الشاشات، ولا الناس دي بتشتغل علشان الناس تهتف بأساميها، الناس دي بتشتغل طول عمرها في صمت وهدوء تام تام، بل بالعكس شغل يجب أن يكون محاط بسرية كاملة. الشغل اللي عملوه رجال الظل علشان القناة تتأمم،
والشغل اللي عملوه رجال الظل حتى تتم صفقة الأسلحة تشيكي. انتوا خدتوا بالكم الأمريكان برضو كرمانيين عنهم السلاح، فمصر نوعت مصادر الأسلحة برضو. الزعماء الوطنيين قليلين، والتاريخ يكتب هذه السطور مش بالذهب، بنور الخلود. صبرا، موعدنا جميعا الجنة. فاصل ونكمل الكلام، قولوا إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى في ظني المتواضع يحب هذا البلد حبا جما. والله غير انه ده البلد الوحيد، الدولة، خد بالك بقى هنا، الدولة مش مجرد بلد، الدولة، الأمة الوحيدة اللي ذكرت في الكتب المقدسة كلها. انعكس ذلك فإنما يعكس ان مصر دي قريبة قوي من ربنا، بيحبنا. المسألة مش دروشة، أنا بكلمك بجد، المسألة الواقع بيقول إن ربنا ذكرها في الكتب الثلاثة، ده مثلا. وبعدين في عز الأزمة يا أخي تلاقي طاقة نور كده بتتفتح والدنيا بتنور، هل ده معناه إن إحنا بكرة يعني هنطلع فلوس؟ المسألة مش كده. بس على سبيل المثال، لما تيجي شركة إيني الإيطالية العالمية الكبيرة تعلن عن كشفها الجديد للغاز في شرق المتوسط قبالة سواحل مصر، أظن فوق العريش، أظن كده يعني شمال العريش في المنطقة الاقتصادية بتاعتنا. لكن خليني أفهم من الأستاذ حمدي عبد العزيز المستشار الإعلامي لوزير البترول. أهلا 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 أهلا، يدي النور والأخبار الجميلة يا أستاذ حمدي. أهلا بيك يا سيدي، أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. حدثنا يا فندم عن الكشف الجديد اللي أعلنت عنه إيني. هو بس في البداية اللي أعلنت عن هذا الكشف في توقيت واحد الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية، حلو، وشركة إيني الإيطالية، أيوة، وشركة شيفرون الأمريكية. هو طبعا احنا عارفين الكشف دوت زي ما حضرتك قلت ده بيقع حوالي بعد حوالي 60 كيلو متر شمال شبه جزيرة سيناء بجوار العريش. الحقل أو الكشف اسمه نرجس واحد. ده حضرتك تم بعد أن تكللت الجهود بتاع شركة إيجاز المصرية بالتعاون مع الشركاء اللي هي شيفرون وشركة إيني وشركة ثروة المصرية. حلو. تحقق هذا الكشف المهم في البحر المتوسط. عظيم. بنقول إن هذا الكشف حاليا دلوقتي جاري تقييم الاحتياطيات بتاعته، لكن هو كشف تحقق بالفعل في كميات من الغاز، لكن عشان نقدر نحدد حجم الاحتياطي ونقدر نحدد خطة التنمية بتاعت الكشف لابد فيها معادلات حسابية طبعا بيتم حاليا دلوقتي احتسابها عشان يتم الإعلان عن الحجم الاحتياطي في هذا البئر. طبعا هذا البئر بيقع في منطقة البحر المتوسط. البحر المتوسط ده حضرتك أثبتت كل الدراسات وأثبتت كل المؤسسات الدولية إن هذه المنطقة، منطقة البحر المتوسط في شرق المتوسط، بتحتوي على كميات هائلة من الغاز الطبيعي. بيتم حاليا دلوقتي طرح مزايدات عالمية، احنا بنطرح من فترة بنطرح مزايدات عالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة البحر المتوسط، سواء كان في شرق المتوسط أو في غرب المتوسط. فبالتالي احنا ان شاء الله عندنا امال كبيره ان الشركات العالميه صاحبه التكنولوجيات الحديثه وصاحبه الاستثمارات الضخمه، ان طبعا الابار دي في المياه العميقه وفي الابار وفي مياه البحر بتتكلف غير الابار اللي بيتم حفرها في البر. وطبعا الاتفاقيات بتقول ان الشريك بيصرف، ربنا وفقه ولقوا البترول او الغاز، بيتم استرداد التكاليف، ما لقاش بياخد بعضه ويمشي، هو بيتحمل كل المخاطر. فبالتالي احنا بنقول ان المنطقه دي منطقه واعده. شركه شيفرون اللي هي قائمه بالاعمال في هذه المنطقه هي حضرتك اعلنت عن الكشف، وهي شركه جت مصر اعتبارا من عام 2020، ودي شركه عالميه كبيره طبعا. لما يتم جذب مثل هذه الشركه
إلى مصر للتنقيب والبحث عن البترول والغاز، بالرغم إن في مناطق أخرى واعدة ومنافسة. فبنقول إن دي نتيجة إن مصر الحمد لله مستقرة اقتصاديا وسياسيا، إن في حضرتك مصداقية في قطاع البترول وفي التعامل مع الشركاء العاملين في مصر ومعظمهم شركات عالمية كبرى. أيضا فيما يتعلق بإن إحنا في التعاون ما بين هذه الشركات وده كله بيبقى على قدم الوثاق، دي بتمثل حوافز. وايضا الاكتشافات اللي تمت في منطقه البحر المتوسط سواء الزهر او سواء العديد من الاكتشافات الاخرى بتمثل حافز جذب ايضا للشركات العالميه ان هي تيجي وتاخد مزايدات وتخش المزايدات وتاخد مناطق تعمل اتفاقيات بتروليه وينفخوا الاستثمارات ويستخدموا الحفارات وعشان خاطر نطلع الثروات اللي موجوده في باطن البحر المتوسط. فدي كلها بتبقى مزايا مهمه جدا لمصر ان يتم استغلال هذه الشركات العالميه في استخراج ثرواتها الغازيه نمره واحد لتغطيه احتياجات السوق المحلي الاولويه وفي الدرجه الاولى، ونمره اثنين ان احنا نصدر الفائض للحصول على العملات الاجنبيه. طيب دايما الناس يا استاذ حمدي تسال على احنا بالفعل بدانا نصدر فيه فوائد، وده مفهوم، احنا قادرين على تصدير فوائد لسنوات لقدام ولا لمراحل قصيره؟ سؤال. هو السؤال دوت حضرتك ردوا عليه الشغل اللي احنا شغالينه دلوقتي، ان احنا طرحين اتفاقيات كثيره عددها كبير، الشركات بتدور، وده رزق من عند ربنا. لكن طالما ان انت بتعمل اللي عليك، بتستخدم التكنولوجيات وبتستخدم العقول الموجوده سواء كانت العقول المصريه او الموجوده في الشركات العالميه، كل دوت بيدي امال كبيره ان انت تحافظ على الاحتياطات الموجوده عندك، بتحافظ على معدلات الانتاج، بتستطيع ان انت تؤمن امدادات الغاز للسوق المحلي. وبعدين خلي بالك احنا في حاجة مهمة جدا الوزير المهندس طارق الملا طرحها، وطبعا بالمساعدات وتشجيع سيادة الرئيس فيما يتعلق بالشرق المتوسط، احنا عاملين دلوقتي حضرتك منتدى غاز الشرق المتوسط موجود في مصر، مقره في مصر، في دول كثيرة اللي هي مطلة سواء كانت دول مستهلكة او دول منتجة موجودة في هذا المنتدى. احنا بنقول مصر بتتحول دلوقتي، مصر تحولت بالفعل الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز. ممكن انت تشتغل دلوقتي ان انت عايز الغاز اللي موجود في اسرائيل، الغاز اللي موجود في اوبروس لما يتم تلميح حقل افروديتي، كل دوت يجي مصر ويتم حضرتك اسالته واعادة تصديره للخارج. فكل دي بتمثل بالنسبة لك مراكز ثقة ان انت تستطيع ان انت تستخدم هذا الغاز جوه مصر اذا كنت محتاجه، يبقى في تأمين الامدادات، تصدر الفائض اللي موجود عندك، تبقى في تجارة للغاز، تستطيع ان انت تاخد فيات مرور وفيات اسالة. كل دي حضرتك في اطار ان مصر متحولة لمركز اقليمي لتجارة الغاز والبترول. ان شاء الله ده يعود على البلاد بخير ان شاء الله. طيب لما الإعلام المصري والصحافة المصرية يتحدثوا عن أن مصر بالفعل بدأت في تحولها إلى مركز عالمي لتصدير أو إسالة وتصدير الغاز بشكل خاص والطاقة بشكل عام، هل كده الإعلام والصحافة المصرية بيبالغوا ولا بيتكلموا طبقا للحقائق والأرقام؟ نحن بالأمانة يا أستاذ يوسف احنا متحفظين جدا في الإعلان عن أرقام الاحتياطيات وأرقام الإنتاج، وإحنا بننتج بمعدلات اقتصادية رشيدة للمحافظة على الخزانات اللي موجودة، فبنستنزفش الخزانات، ننتج بمعايير اقتصادية عشان نقدر نطول عمر الاستخراج من الآبار. فبالتالي كل ما يتم إعلانه من قبل وزارة البترول هي أرقام متحفظة، وإن شاء الله نستطيع إن خلال الفترات القادمة ان احنا نستمر في تامين الامدادات، وده الهدف الاساسي لوزاره البترول ان احنا نامن امدادات البترول والغاز للشعب المصري والقطاعات الاقتصاديه المختلفه وبرضه قطاع الكهرباء وتصدير الفائض في مرحله اخرى. لكن طبعا احنا بنقول ان العام الماضي اللي هو عام 22
شهدنا ان احنا كفينا احتياجات السوق المحلي وصدرنا الفائض للاسواق الخارجيه بالذات الى اوروبا في ظل الازمه الحاليه دلوقتي اللي موجوده. واحنا شفنا ان العديد من السفراء والعديد من رؤساء الشركات كانوا متواجدين في مصر وبيطلبوا الغاز المصري وكل دوت احنا بنلاحظه. فبالتالي احنا بنقول ان ما يتم الاعلان عنه هو اعلان متحفظ بالارقام كلها اللي موجوده سواء بتصدر من وزاره البترول او الشركات القابضه ليها، هي ارقام حقيقيه على ارض الواقع ليس فيها اي لبس. طيب انا هسال سؤال اخير وانا مش فعلا مش عاوز اطول على حضرتك، لكن الى اي مدى اقدر اقول انه قد يكون هناك بعض الاعتماديه، وهستخدم تعبير متحفظ زي ما حضرتك كده قلت الوزارة بتعلن بأرقام متحفظة، فأنا هسميها بعض الاعتمادية من بعض الدول في وسط وشرق أوروبا على الغاز والطاقة المصرية؟ حقيقي طبعا احنا بنقول احنا لا نستطيع ان احنا نحل محل روسيا فيما يتعلق بالإمدادات اللي موجودة لدول أوروبا، لكن احنا دولة عندنا فائض دلوقتي وبيتم إعادة التصدير اللي بيتم التصدير الى الدول اللي هي غالبا بتبقى دول اوروبيه. احنا بنصدر في السوق الفوريه عشان نقدر نحصل على اكبر عائد ممكن من قيمه الصادرات. فبالتالي احنا بنقول ان الغاز المصري طبعا السوق الاساسي بتاع الدول اوروبا اللي موجوده من خلال ان احنا بنصدر يا اما من من مصانع الإسالة الموجودة في دمياط على البحر المتوسط أو من خلال مصانع الإسالة الموجودة في إيدكو بردك على البحر المتوسط. فبالتالي إحنا بنقول إن السوق اللي موجود دلوقتي اللي هو السوق اللي بيستطيع إن هو يستقبل الغاز المصري ويبقى فيه اقتصاديات فيما يتعلق بتصدير ونقل وشحن وما إلى آخره، هي دول أوروبا اللي هي خدت كميات كبيرة من الغاز المصري عن طريق الشحنات الفورية. أشكرك جدا 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 أستاذ حمدي، كل الشكر حضرتك الأستاذ حمدي عبد العزيز المستشار الإعلامي لوزير البترول. أهم كلمة كنت لازم تركزوا عليها، نحن نعلن عن أرقام بمنتهى التحفظ. عارفين ده معناه إيه ولا لأ؟ باختصار شديد معناه إنه هو الأرقام أكبر مما يعلن، أكبر بكتير ولا أكبر بحبة صغيرة مش مهم، بس المهم إنه هذه الأرقام اللي احنا بنشوفها بقى هنا كلنا كمجتمع كجمهور كشعب مصري نراها كبيرة، دي أرقام يعلن عنها بمنتهى التحفظ. هي معدية فاتقل والتقل صنعة، ومن يضحك أخيرا يضحك إيه كثيرا لدرجة القهقهة. الفقرة اللي جاية بقى هي فقرتنا الرئيسية، أستاذ صلاح جاهين العظيم العبقري متعدد الموهبة، فما كانش غريب إنه يبقى هو شخصية معرض الكتاب. الرجل الذي امتهن الصحافة والرسم الكاريكاتيري والشعر وكتابة السيناريو، إيه ده؟ خلونا نلتقي بضيوفنا بعد الفاصل. طيب أنا مش عاوز أضيع الوقت في مقدمة طويلة، لأنه صلاح جاهين بالتأكيد عبقريته غنية عن إن أنا أحط مقدمة، وعليه خليني هبدأ بسرعة بالترحيب بضيوفنا، وفي ظل الحيرة هبدأ من اليمين لليسار، لأن أنا محتار أبدأ بمين الأول، لأنه كلا الضيفين عزيزين جدا عليا وكبار جدا، ومهم جدا كلامهم النهاردة عن صلاح جاهين. خلوني أرحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو عن اليمين الأستاذ أيمن عبد الله مدرس اللغويات والباحث في علم الموسيقى العرقية بالولايات المتحدة الأمريكية، منورنا ربنا يخليك يا رب. الأستاذ الكاتب الهام جدا ناقدا فنيا وموسيقيا الأستاذ محمد دياب، منورنا. ازاي الحال؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طيب أنا بدأت بالترحيب من اليمين، فهروح بالسؤال من الشمال. صلاح جاهين ده شخصية شديدة الغرابة بالنسبة لي في تنوع مواهبه، يعني بيمثل ماشي،
يؤدي صوتيا أغاني وسكتشات ماشي، يكتب سيناريوهات عبقرية ماشي، يرسم كاريكاتير ماشي، يكتب في الصحافة ماشي. هو مش ماشي بس، هو بمنتهى التميز. هو ما فيش حد في الدنيا يعني عنده موهبة غير صلاح جاهين، مش ممكن. حجم هذه الموهبة مهول. نعم، هو الحقيقة يعني الشاعر مجازا بنقول الشاعر، لكن هو يعني متعدد الأوجه ومتعدد الإبداعات. يعني من الشخصيات الاستثنائية اللي عدت في الحياة الثقافية والفنية في القرن العشرين. صحيح. يعني وأحد الأوجه الهامة المهمة يعني في الثقافة. طبعا ظهوره، يعني ظهوره كممثل وظهوره يعني مشاركاته المساهماته المتعددة في كل في مجالات كتيرة خليته عنده شعبية كبيرة قوي وشخصية معروفة. ديوان الرباعيات مثلا من أشهر يعني أشهر الدواوين الشعبية الشعرية. صحيح. العامية أو حتى الفصحى اللي اتقرت واللي اتغنت كمان، اتغنت أكتر من مرة يعني. يعني الشيخ سيد بكاوي لحنها وغناها بصوته مع إلقاء شعري من صلاح جاهين نفسه، والفنان علي الحجار كمان عملها بصوته. كان مذهل. نعم. مذهل. طب هنا هرجع لأستاذ أيمن، وهي مسألة إشمعنى الرباعيات هي اللي حظت بهذه الشعبية الهائلة؟ الله على السؤال. طيب خليني بس أضيف حاجة كمان على الشكل المؤسسي الفني اللي كان عليه صلاح جاهين كاتبا وزجالا وإلى آخره. الراجل ده كان مؤرخ، الراجل ده أرخ للشخصية المصرية الفنية بمنتهى السلاسة وخفة الدم. يعني لو تراجع أعماله، الراجل ده كان بيصحى الصبح يقرا الاخبار ويوم قايلها لنا زجل. صح. او شعر او اغنيه او سيناريو، واخد بال سيادتك؟ طيب رجوعا للرباعيات، خليني اخد فكره الرباعيات واروح لحاجه كانت ترند يمكن اخر 5-6 سنين. القراءه لباولو كويلو. صح. مش واخد بالك من التشابه بين باولو كويلو وشخصية صلاح جاهين، رغم أن شخصية صلاح جاهين أعمق وأخف دما؟ أنا أشوف أنه أعمق بكتير من باولو كويلو، وقد يضطهدني البعض أن أنا بشوف أن باولو كويلو مش بالعظمة دي، هو كاتب رائج. جارسيا ماركيز برقبته يعني. جميل. هناخد الاثنين دول ونبص من الزاوية دي على صلاح جاهين. أعمق بمراحل. أعمق وأخف. يعني الراجل ده كان بيصيغ فلسفة في جملتين ونص اللي هي الرباعيات. فده عمل رائد، عمل يستحق الدراسة، الرباعيات. وطبعا يعني هنشكر مجهود الراحل سيد مكاوي والعظيم علي الحجار، لكن أنا شايف أن المفروض يتم تناول ده بالدراسة الأكاديمية أكتر من كده، أكتر من كده بكتير بكتير بكتير. يمكن دي جزئية كنا بنتكلم فيها أنا وأستاذ محمد مع دكتور عمرو عبد الحميد. كان عالم أم كلثوم، لكن الآخر ما يعرفش عن ثقافتنا كتير. المجتمع الأمريكي والأوروبي ما يعرفش كفاية خالص خالص. احنا عندنا لير ضخم جدا جدا وعميق من التنوع والزخم الثقافي الفني اللي مش معروف خالص. طب ده هياخدني على برضو هنا بقى، بما ان احنا بنتكلم على انه المجتمعات اللي بره الغرب، امريكا او اوروبا، يمكن امريكا اكتر شويتين، فعدم المعرفه بالاحجام الثقافيه المصريه. صلاح جاهين بهذه السلاسه وبهذا العمق وبجماهيريته الطاغيه جوه المجتمع الناطق بالعربيه، هل يصلح الى انه يدرس في الاكاديميات الامريكيه ولا لا؟ هيفهموه؟ لان هو مصري زياده عن اللزوم. أكيد، بس هو في صعوبة برضو لترجمة الشعر، يعني أنه ما بيبقاش هو نفسه. يعني لو ترجمة صلاح جاهين هتبقى صعبة لأنها عامية. أي بالظبط. ممكن أقطع، ممكن نلاقي صعوبة في كده، مناقشة ثلاثية. طيب هو إحنا مش محتاجين نترجمها، لأن أنت عندك أوريدي دارس للغة العربية كلغة تانية. أوكي، واخد بال حضرتك؟ تخيل، هل مثلا سمعت عن أن في باحث أمريكي عمل، كنت لسه بقول لأستاذ محمد، عمل دكتوراه في شعر زكريا الحجاوي؟ تعلم اللغة العربية الأول
وأتقن المصرية وبعد كده عمل دكتوراه في الشعر ده. فأنا إحنا مش محتاجين بالدرجة الأولى نترجم حاجة زي الرباعيات، لأن فعلا هتبقى صعبة من الناحية التقنية، يعني من ناحية التكنيك عشان أوصل للمعنى بمنتهى الدقة في صعوبة اللي ترجمته العامية أو اللي عبرت عنه العامية المصرية، هيبقى في شيء من الاستحالة أثناء الترجمة. لكن الأوقع إن أنا أخاطب دارس اللغة العربية كلغة تانية وأعرض عليه ده. أهم 20 جامعة في أمريكا كلهم دون استثناء عندهم تخصصات متعلقة بأدب، إما يسموه أدب شمال إفريقيا أو أدب الشرق المتوسط. صحيح. أو أدب، يعني أهم 20 جامعة كده من أول هارفرد لحد مثلا UCLA، يعني صحيح. كلهم صحيح. عندهم هذا التخصص. صحيح. طيب بعيدا عن النقطة دي عشان ما ناخدش فيها طول الوقت وناخد أكتر جوه صلاح جاهين، وهنا بقى لازم أسأل أستاذ محمد دياب، من أي بوابة من بوابات الفردوس صلاح جاهين جاب شفيق أو متولي؟ ده مذهل. يعني قد يشاهد البعض شفيق أو متولي عشان أحمد زكي، والبعض عشان سعاد حسني، والبعض عشان الاثنين. أنا بشوف شفيق أو متولي عشان أسمع صلاح جاهين. جميل جدا السؤال، ازاي الفنان ده قدر يجيب الروح الشعبية دي الممزوجة بالحكمة اللي فيها طرافة، فيها فكاهة في كل أعماله، مش بس شفيق أو متولي. يعني أولا والدته كانت أول عنصر مهم في تكوينه هو كشخصية، إنها شجعته على القراءة، شجعته على الرسم، شجعته على، كانت بتحكي له حكايات وقصص كتير. عنده جده أحمد حلمي، جده لوالده، كان مناضل سياسي وكان رفيق لمحمد فريد ومصطفى كامل واعتقل، والشارع اللي باسمه أحمد حلمي في شبرا هو ده أحمد حلمي جد صلاح جاهين. فالوطنية متجذرة شوية. لما المهزلة الإنسانية تصل أنه حد يعمل غنى لك أحمد حلمي اتجوز عايدة، والله العظيم كنت عايز أنتحر وقتها. طبعا جده كان ايضا يعني مستشار وقاضي طبعاً. والوالد نفس الشيء، فالوالد كان حابب ان هو يطلع زيه بس هو اتجه للشعر. لحسن الحظ والده بحكم عمله كوكيل نيابه ثم مستشار وقاضي لرئيس محكمه استئناف المنصوره، انتقل من شبرا، هو ولد في شبرا وقضى طفولته في شبرا بالمناسبه، يعني بس هنقولها بعدين. اتولد في نفس البيت اللي اتولد فيه بليغ حمدي، ووالدة بليغ حمدي ووالدة صلاح جاهين كانوا صديقات وهم اخوات في الرضاعه. لا ايوه، والاثنين عبقره. بليغ يعني، بس بليغ اكبر سنه، يعني بليغ سوري اسف، صلاح اكبر سنه من بليغ حمدي. بليغ 31 بس هم اخوات في الرضاعه. لما انتقل والده للدلتا تنقل في مدن كتيره جدا جدا لمده 12 سنه في الارياف وفي الاقاليم. في المرحلة دي بقى اللي شكلت وعي صلاح جاهين، اتعجن بالروح المصرية للفلاحين وللناس الشعبيين والعمال. عشان كده يعني من أهم الحاجات اللي كتبها في بداية حياته الصورة الغنائية بتاعت سوق بلدنا، اللي هو حلاوة زمان عروسة حصان وأن الأوان تدوق يا ولا. الصورة البديعة دي اللي فيها كل الشخصيات اللي جايزة. ماليش دعوة ياما، أنا عايز حلاوة. أنا فاكر الأوبريت كويس قوي. الأوبريت ثم أوبريت الليلة الكبيرة اللي هو اعترف إن هو كتبه قبل ما يجي القاهرة، يعني ما كانش شاف ولا مولد في القاهرة قبل، يعني لما كتب الصورة البديعة دي بتاعت الليلة الكبيرة اللي خلدها مسرح العرايس طبعا. طيب أنا هروح من هنا. هو اتعجب بالروح الشعبية دي، هي اللي كونت الحكمة والفلسفة. ويعني أول ديوان ليه اللي هو كلمة سلام، القصيدة بيقول القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، عيدانه نحيلة جدرها بياكل في الطين. يعني ما كانش كان يقدر يكتب الكلام ده من غير ما يشوف حقول القمح، من غير ما يفضل في شبرا هذه يعني اللحظات يشوفها بعينيه. نعم بالظبط. القمح مش زي الذهب، ده زي الفلاحين. من عبقرية دي، صورة برضه بديعة جدا. أول ديوان ليه سنة 55 في ديوان كلمة سلام. طيب أنا هروح للفاصل، ويمكن هرجع بعد الفاصل على مناقشة الليلة الكبيرة، رائعة عظيمة جدا كتبها صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي، والاتنين ليهم أداء صوتي جوه الأوبريت أخرجه صلاح السقا والد طبعا أحمد السقا الله يرحم التلاتة، بالمناسبة برضه كانوا تلاتة عباقرة. بس على ما يبدو أنه غذاء الملائكة كان هو غذاء بليغ وصلاح جاهين، لأنه استحالة اتنين يبقوا عباقرة، يعني ما ده شيء غريب جدا.
عايز ارجع في الحته بتاعه الليله الكبيره دي للاستاذ ايمن، بس استنونا بعد الفاصل. انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب. يا سلام لم لو اعتر في حبيب، ده انا ارقص من كتر الاعجاب. كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو انا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسه يغني لك تفاريح، انا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسه يغني لك تفاريح. مع اني ما فطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح، بتنطط واتعفرت واترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. بيانولا وقلا باندا وحركات، اطلعي بقى يا انصاص يا فرانكات. بيانولا وقلا باندا وحركات، اطلعي بقى يا انصاص يا فرانكات. انا عزمك يا حبيبي لما لقيك على فسحة في جميع الطرقات، نتنطط نتعفرت نترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده كده اهو. عشان في الشغل انا ألدغ، عشان ده المناقشة، انا ألدغ في حياتي وانا بتكلم، طالما واخد قرار ان انا انطق مظبوط يبقى انطق، بس هي فيها حتة بايظة انا عارف، بس احنا عيلة اللدغ، حتى ابني طالع ألدغ زي، واخويا الكبير ألدغ، وابويا ألدغ، وجدي ألدغ، ده حاجة صعبة جدا. هرجع مرة تانية للترحيب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو، أستاذ أيمن عبد الله وأستاذ محمد دياب. وقلت أنا عايز أرجع للأستاذ أيمن على مسألة الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة كتوليفة على بعضها، وحتى كمان في إطار وإحنا بنتكلم على الموسيقى الإثنية. الليلة الكبيرة دي موسيقى مصري على كلام مصري، ولا الكلام مصري والموسيقى ممكن ما تبقاش مصري 100%؟ لا، المزيكا مصري 100%، مصري مصري يعني بالتعريف العلمي دي موسيقى مصرية. بص، الليلة الكبيرة أنا بشوف إن هي توثيق تاريخي اجتماعي للشخصية المصرية. حلو، تمام. وبيكمن هنا في وسط الليلة الكبيرة إشارة لشخصية صلاح جاهين الموسيقية. لو تاخد بالك أعمال كتيرة جدا عملها له كمال الطويل ومنير مراد وبعض الملحنين الآخرين، لكن جه عند الليلة الكبيرة بالذات وراح لسيد مكاوي. ليه؟ مصر قوي. ما هو الباقي مصريين. مصر قوي. شخصية سيد مكاوي الموسيقية مصرية بزيادة. هو بيشرح ايه أصلا في الليلة الكبيرة؟ ده مولد. المولد. عشان أعمل مولد، هو كقاعدة عامة أي ملحن يقدر يعمل أي حاجة. تمام؟ شغلته أكيد هيقدر يعمل أي حاجة، لكن هتروح لمين متخصص في ايه؟ تمام؟ يعني على ذكر ان هو اسمه محمد صلاح اصلا برضو، صلاح جاهين. تمام. فمحمد صلاح، الكابتن محمد صلاح، مهاجم. تمام. هيقدر يلعب ورا بس مش منطقته، بس هو مهاجم. بالظبط كده. كمال الطويل تكوين الوجداني برضو ارستقراطي، مش بس كده. انا عايز مولد. بالظبط. فراح لسيد مكاوي. قام سيد مكاوي مفصل مولد، مسك الكلام ومفصل مولد. الكلام حتى السادة الموسيقيين يفهموا الكلام ده بسهولة، لكن لو هنبسطه للمستمع العادي، كل كلمة ليها طابع لحني. تمام. فما ينفعش أقول لك كلمة معينة وأقول لك واستخدم فيها مقام آخر مش متناسب معاها. فراح لواحد فئي، راح لسيد مكاوي يعمل له مولد، عمل له المولد ده. تخش جوه المولد تلاقي توثيق للشخصية السعودية، لشخصية الفلاح، لشخصية ابن البلد، للعلمة، للمزيكاتي، للي معدي في الشارع وملوش دعوة بالموضوع، للبياع إلى آخره، بتاع السيرك،
بتاع السير شجاع السيما، ونسج كل ده بالكلام، شرحه بالكلام، وقال حتى لغويا، يعني دي حتى حتة تدرس من الناحية اللغوية، طريقة تغيير اللكنات صح بتاعت كل شخصية مصرية. وجه عمنا سيد مكاوي قام مفصل اللحن على ده. بص الجمال، بص الجمال، ده عمل يتدرس. دي كانت ناس تخض جدا. انا شجيع السيما، ده صوت صلاح جاهين بالمناسبه، ابو شنب الريمه بالمناسبه. طيب. الشيخ سيد مكاوي هو اللي سعى لصلاح جاهين يدور عليه بعد ما سمع الصوره الغنائيه بتاعت سوق بلدنا، قال انا عايز الشاعر، انا عايز الشاعر ده، عايز ده في ريحه بيرم وريحه بديع خيري، انا عايزه. وسعى ليه، وفعلا بقى في بينهم شراكه، يعني عملوا في حرب 56 هنحارب طبعا، وعملوا الليله الكبيره، وانا هنا ابن الحلال، عملوا يعني كتير يعني. طيب بما انه بقى، يعني انا كان بالنسبه لي مفاجاه انه صلاح جاهين وبليغ حمدي اخوات في الرضاعه، شكل العلاقه استمرت ازاي في اطار ان هم اخوات في الرضاعه ورفاق؟ ولا يمكن ان ننسى برضو، وده مهم، شرح العلاقه ما بين صلاح جاهين وما بين سعاد حسني. اكيد اكيد، هو في حاجه غريبه جدا في علاقه صلاح جاهين وبليغ حمدي، انه كان مفروض يبقى في، مش هقول شراكه يعني، يبقى في، هو لا كسيف. هو لقى نفسه بسيد مكاوي، بس يبقى في تعاون اكتر من اللي حصل. يعني هو افتكر اول غنوه عملوها سوا كانت انذار يا استعمار، كانت في بدايه حرب 67. كتبها صلاح جاهين ولحنها بليغ حمدي وغناها عبد الحليم حافظ، اغنيه قصيره مدتها دقيقتين تقريبا. بعد كده في السبعينات عملوا اغنيه او اتنين في عودة الابن الضال، فيلم عودة الابن الضال، مجد الرومي المخرج يوسف شاهين، الشارع لنا احنا لوحدنا، الشارع لمين، الناس التانيين دول مش مننا لاخره يعني. صح. يمكن في كمان اغنيه ثالثه، يعني ما كانش كتير، ثلاث اغاني اربع اغاني ومش مشهورين، يمكن اشهرهم الشارع لنا. ودي حاجه غريبه يعني، فيها علامه استفهام كبيره يعني. ليه سعاد؟ سعاد، شوف، هو سعاد هو يعرفها من بداية الستينات، فيلم من غير معاد اللي هو شارك في بطولته، كان هو بيحب أختها خيرية، الفنانة خيرية أحمد، وكان خطيب أختها. في فيلم الزوجة الثانية تقريبا هو اللي عمل مشهد الأراجوز كتبه. أنا بتكلم عن علاقتهم مهنيا يعني، شخصيا ما كانش فيه تقارب وقتها. سنة 71 سعاد حسني راحت موسكو، طارت فيلم الناس والنيل، كان في مهرجان في موسكو، وعرفت ان صلاح جاهين بيتعالج هناك من الاكتئاب واثار النفسيه للهزيمه للنكسه، فراحت زارته في المستشفى، وفي صور جميله بتجمعهم بالالوان في حديقه المستشفى دي. رجع 72 قرر ينتج او يشارك في انتاج فيلم، طبعا هو كان تكفر انطونيان اللي انتجه بعدين، كان هينتجه لزوجته منى قطان اللي هو خلي بالك من زوزو اللي اتفق عليه مع المخرج حسن الإمام طبعا. فلما تم استبعاد منى قطان اترشحت سعاد حسني، من هنا بدأت العلاقة. وكانوا هم السبب ان كمال الطويل الثنائي ده، يعني صلاح جاهين وسعاد، انه يرجعوا كمال الطويل يرجع يلحن تاني، كان اعتزل من سنة 67 التلحين. يعني 67 تلحين وطني، آخر أغنية عاطفية لحنها كانت 65، أغنيتين كان بلاش العتاب اللي كملها بعدين، والشوق والحب لنجاة هي اللي رجعته يغني، لأنه كان التقط بيه مرة ووعدها أنه يلحن لها، فقابلته في إشارة مرور في الزمالك، قالت له مش أنت وعدتني أستاذ كمال تعمل لي غنوة؟ قال لها فقالت له طب خلاص أنا قلت للأستاذ صلاح هو كاتبها، فاتصلوا بيه وراح لهم وعمل يا واد يا تقيل. من هنا بدأت الشراكة بينه وبين سعاد، النجاح الساحق اللي حققه الفيلم شجعهم ان هم يستمروا في الشراكه الفنيه دي. الفيلم قعد يطارد سنه واسبوعين تقريبا، 54 اسبوع. كملوا بقى في اميره حبي انا، وكملوا في المتوحشه وشفيقه ومتولي، وحتى هو وهي يعني، وكان بالنسبه لها يعني مستشار وعراب واب، ويعني ما تقدرش تخطو خطوه في اي حاجه غير ما تاخد رايه وتستشيره. كان بيكتب لها اغاني بتطلبها تحديدا، يعني فكره اغنيه بانو بانو هي اللي طلبتها، طلبت أغنية بالمعنى ده، هي اللي طلبت المعنى، هي طلبت. السيدة منى قطان حكت القصة دي يعني. وهو برضو مذهل. طيب ما هو برضو هذا الرجل المذهل، إيه اللي بيجي على ذهن
عبقري يعني. والغريبة ان هما الاثنين ماتوا برضو بالاكتئاب يعني، في النهاية اكتئبوا حتى الموت يعني. هو غالبا العبقرية تدفع للاكتئاب يعني. انا كنت اسمع انه حتى الاستاذ بليغ حمدي الله يرحمه رب كان عنده نوبات اكتئابية من ان الى اخر، وعشان كده دايما حتى كنا في الفصل بنقول هذا الرجل مغبون الحق دائما يعني وعبقري، وده برضو يعني هو كل العبقرة كده. الحمد لله الذي لم يخلقني عبقريا. طب هنا يجي بقى عشان احنا اتكلمنا على بالمناسبة انا اسف، هو غنى مع سعاد كمان في فيلم خلي بالك من زوزو، اخر غنوة في الفيلم استنى استنى في ناس تعرفهم جدا عايزينك، هو بيقول لها انت رايحة على فين، فبتقول له معلش انا رايحة عندي محاضرتين، فبيقول لها اوكي، ده صوته هو اوكي. بس طبعا جابوا حد يعمل الدوبلاج يعني، طالب يعني من الجامعة وغاوي غنى يعني، يعني من كتر ما يعني الحب يعني حتى غنى معاها يعني. ايه اللي يجي على ذهن زجال وشاعر مصري انه يكتب يقول زوزو النوزو كوان نوزو، والمشكلة ان ما فيهاش اي اسفاف، والمشكلة ان ما فيش فيها اي انزلاق يعني. راجل عرف يترجم الزائقة المصرية من غير ما يبقى بلغة اليومين دول بيسف ازاي؟ ايه التركيبة دي؟ هي دي اصلا التركيبة اللغوية بتاعتك. يعني صلاح جاهين في بداياته خالص بدأ مع الشعر الكلاسيكي. وبدأ امتى يروح للشعر العامي او للزجل؟ لما أرى قصيدة بالعامية وعجبته جدا، فقرر يتعرف على كاتب هذه القصيدة. يطلع مين؟ فؤاد حداد الله يرحمه، وتربطهم ببعض صداقة جديدة طبعاً. بعد كده طبعا تمام. رجوعا لفكرة خفة دم صلاح جاهين الغير مبتذلة، هي دي أصلا حتة مصرية جدا فيك وفيا وفي أستاذ محمد وفي أي حد، فكرة النكتة المصرية. ما هو الراجل ده كان بيقول نكت في كلامه، كان بيتريق أكيد أكيد. في عز ما كان عنده اكتئاب بعد النكسة، كان في منتهى السخرية اللاذعة في 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 أسجاله وفي أشعاره، وبمنتهى خفة الدم لا تأنف منها وما يجيش لفظ تتضايق منه. ده أنت، ده المصري. بص لل اللغة المصرية العامية هي الوحيدة اللي بيقال عليها اللغة المصرية، ما يتقالش عليها اللهجة لأنها ليها أصول تاريخية، وهي خليط من حاجات كتير من ضمنها الفصحى واللغة الفرعونية القديمة إلى آخره. فده النتاج اللغوي بتاعك، فهو خد منه كشخصية مصرية عادية جدا، راجل بسيط مصري وعنده موهبة، فطلعها في نتاج لغوي. بل ساعتك هو كان عنده حكمة بيؤمن بيها دايما، ألسنة الخلق هي صوت الحق، حاجة كده. ألسنة يعني الخلق صوت الحق، صوت الحق. بس ما هو ده برضو بيخلي الواحد يعني، أنا فعلا بحب المناقشات اللي هي إيه، بنقعد نشترك في المناقشات، مش أسئلة رايح وجاي وبالترتيب. بس هو ما طلعش حد زي صلاح جاهين خالص، مع كل الحب والاحترام والتقدير وكل حاجة في الدنيا، بس ما فيش حد طلع زي صلاح جاهين. يعني زي ما قلت كده، هو لم يخجل من استخدام مفردات اللغة المصرية اليومية العامية، وفي نفس الوقت أصل في حد كتير أو ناس كتير هتتردد قبل استخدام مفردة ما، قبل استخدام مثلا مقطع صوتي ما زي كوان. احنا ما فيش حاجة، ما فيش كلمة اسمها كوان، فهي زوزو النوزو كوان نوزو. هو لم يخجل وتعامل مع ده بمنتهى الشجاعة. التركيبة الشخصية، التركيبة الوجدانية، هنا لو أنا عايز أخدها حتى بشكل أكاديمي، هو ممكن تدرس إزاي في الأكاديميات دي؟ يعني نقول إيه على الرجل ده لو جينا نعمل بحث على زوزو النوزو كوان نوزو؟ والله أنا ما بهرج وأعتقد إنه دي حاجة جديرة بالدراسة، هنقول عليها إيه؟ هو خد روح الشعب يعني، نقدر نقول. انا اعتقد الناس سمعته مره بيقول لما رجعوا القاهره تاني بعد 12 سنه رجعوا في السيده زينب. فيعني حد اتعجن بالروح المصريه للفلاحين والشعبيين في المدن، ومن شبرا للسيده زينب لكل الاقاليم اللي عدى عليها. وده كمان ده سؤال حضرتك
لازم اصلا نضيف عليه جزئيه انت هتدرسه من انهي ناحيه. يعني لو هتدرسه من الناحيه اللغويه ففي فعلا حاجه او ناس بتدرس ده من ناحيه اللغوية. التطور اللغوي يعني في ماده بتدرس في اغلب الجامعات عن التطور اللغوي طبعا. تمام، اللغه كائن حي عايش وسطك، عايش وسطينا، فبالتالي بيتعرض لنفس اللي انت بتتعرض له يوميا طبيعي. وانت بتطوره كل يوم وبتبتدي تختصر الجملة الطويلة اللي انت المفروض توصل بيها اللي انت عايزه لأقل قدر ممكن عشان توصل، وبتضيف مفردات قد تبدو بالنسبة لك أكثر تعبيرا عن شيء ما أو شعور أو حدث إلى آخره. ده انت بتعمل أكتر من كده بكتير، يعني كونوز اللي حضرتك بتقول لا ما تتريقوش على ده، طبعا ما تتريقوش عليها. انت لغويا عملت حاجات على مر التاريخ خلت اللغويين يقفوا قصادها بالدراسة والحيرة. يعني مثلا انت دلوقتي خدت كلمات من لغة تانية وحطيتها في لغتك وحطيت فيها القواعد النحوية بتاعتك. احنا مش النهاردة بنقول دلتها، ديليت، دلتها امسحها، دي مش كلمة عربية طبعا، وانت حطيت في الاخر ها، دي عربية وبقت جزء من المفردات العامية المتداولة في مصر، مش كده؟ فهو عمل ده بتلقائية شديدة جدا كونوزه. ماشي، هتلاقي هتدور جوه شعر صلاح جاهين هتلاقي حاجات كتير جدا جدا تستحق الدراسة من الناحية اللغوية. طيب وده ما حدش يقول لي ان الحلقة خلصت دقيقتين تلاتة أربعة تسعة عشرة، لا دقيقة ايه، يقول دقيقتين. كريم رمزي حبيبنا برضو، ميل على كريم. بس اصبر بس يا نديم، نديم رهيب مذهل مش ممكن. طب انا هنا عايز اسال برضو استاذ محمد دياب، مش بس على فكره الثنائيات بتاعت صلاح جاهين، بس الى اي مدى صلاح جاهين فعلا، انا بشوف زي ما قال استاذ ايمن ان هو الراجل ده ارخ لمصر في كتاباته، سواء اذا كانت للسينما او في كتاباته الزجليه والشعريه، وارخ للشخصيه المصريه وتطورها طول الوقت، وارخ للروح الوطنيه. فبدايه الحلقه النهارده فكنت بقول بما انه عيد ميلاد عبد الناصر وعيد ميلاد السد العالي، ما ينفعش يبقى ما فيش صلاح جاهين، يعني استحاله. فهو جزء هو كمان من 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 تاريخنا، وبالتالي حجم الانكسار اللي جيل صلاح جاهين بعد النكسه. بمناسبه السد العالي، هو اللي كتب على راس بستان الاشتراكيه ده في تحويل مجرى النيل 63 64، واللي كتب لشاديه ايامنا الحلوه جايه هناك قدام عينيا، والسد العالي طالع جايب معاه مصانع جايب الاشتراكيه. يعني هو اللي كتب ده وهو اتظلم بسبب انه كتب، يعني كتب طبعا لعبد الحليم كتب 7 أغاني يمكن وطنيه في اعياد ثوره مختلفه، اولها احنا الشعب مع كمال الطويل الثنائي دول او الثلاثي كمال الطويل عبد الحليم صلاح جاهين سنه 56 اخترناك من قلب الشعب. بعدين كتب بالاحضان طبعا برضو عادي الثوره كمال الطويل، المسؤوليه برضو كمال الطويل 63 على راس بستان الاشتراكيه قلناها، دي كان محمد الموجي 64 يا اهلا بالمعارك عيد الثوره 65 كمان نعم صوره كلنا كده عايزين صوره كمال الطويل برضو 66، وانتقلنا بقى لمرحله الحرب انذار يا استعمار اللي اتكلمنا عنها، ثم ناصر يا حريه اللي دي اخر اغنيه للثلاثي كمال الطويل عبد الحليم صلاح جاهين، دي اللي كتبها بمناسبه خطاب التنحي، ودي كان اخر اغنيه كتبها عبد الحليم اللي هو ناصر يا حريه روح الامه العربيه، اللي بيقول فيها الشعب يريدك يا حياته يا مكمل خطوته لأمال وحاجات كده. يعني دي طبعا قفل بعديها طبعا ما كتبش أغاني وطنية تاني لعبد الحليم، وتوقف عن كتابة الأغاني الوطنية للمطربين، ولكن سنة 70 لما حصل اعتداء طائرات الفانتوم على الإسرائيلية على مدرسة بحر البقر في الشرقية وعلى مصنع أبو زعبل، كتب قصيدتين ونشرهم في الأهرام، خدهم سيد مكاوي لحنهم، الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في قصر الامم المتحده، طبعا اللي هو بيقول ايه رايك يا عزيز، ايه رايك ضمير العالم، ايه رايك ضمير العالم يا عزيزي في تلميذه من اشطر تلاميذي، ايه رايك في البقع الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي، دي الطفله مصريه وسمراء كانت من اشطر تلاميذي، دمها راسم ثوره راسم زهره راسم عار على الصهيونيه والاستعمار،
حاجة بديعة. طبعا لحنها سيد بكاوي وغنتها شادية، وفي غنوة غنتها المجموعة برضو سيد بكاوي اللي التانية اللي هي احنا عناوين جرانين المستقبل، احنا العمال اللي اتقتلت قدام المصنع في ابو زعبل نتلو عليكم عناوين جرانين المستقبل. حاجة عظيمة. طبعا حرب 73 كتب لسعاد، بس يعني كتب لسعاد ما أخذ بالقوة ليسترد بغير القوة، دي أغنية وتصورت للتلفزيون وأخرجها حسين كمال ولحنها الشيخ سيد بكاوي. يا عيني يا عيني يا عيني. طيب أخيرا أرجع للأستاذ أيمن. ساعات أنا من الناس المؤمنين بأنه يحصل نضوب أحيانا للموهبة. ساعات بنجد كتاب آخر كتاباتهم ما هياش بجودة مرحلة التألق، نجد شعراء آخر أشعارهم ما هيش بجودة مرحلة التألق، ملحنين نفس القصة، مطربين كبار ما بيقدروش يكملوا المشوار إلا صلاح جاهين. لا هو مش صلاح جاهين لوحده، لكن أنا فاهم الجزئية اللي حضرتك بتشير ليها. عملية الفن هو موهبة متعددة، يعني هو أصله طبعا مش بس زجال، هو طبعاً ده مؤسسة فنية. بالظبط مؤسسة فنية. ولم تنضب الموهبة ما ينفعش تنضب ولم تتوقف في كل حاجة. زمان قوي أساتذة المزيكا علمونا حاجة جميلة جدا، عشان تألف مزيكا لازم تلعب مزيكا كتير لغيرك. أوكي تمام. فالفنان كائن يكتر، بياكل ياكل ياكل ويكتر. فلو بطل ياكل هيتوقف عن الاكترار. بس كده. شخصية صلاح جاهين زي ما قلنا من شوية شخصية بسيطة مصرية خفيفة الظل وموهوب. ففضل زي ما هو مصري، عمال ياخد من الشارع ياخد من الشارع زي ما قلنا في أول الحلقة خالص، بيقرا الجرنان الصبح وينزل علينا بثلاث أربع قصايد، غنوة سيناريو فيلم زجل. فهو لم يتوقف تماما عن تناول اللي بيديهوله الشارع كل يوم، وبالتالي هو طول الوقت دائم الانتاج. بالظبط. الله يرحمه الله يرحمه. نورتونا وشرفتونا. الوقت ده ضيق، وصلاح جاهين يستحق مننا حلقات كتير كتير زاد عن اللزوم، بس ما فيش حاجه اسمها زاد عن اللزوم برضو في ظل صلاح جاهين يعني. صحيح. نورتونا وشرفتونا بجد، وانا مبسوط قوي ان احنا اتقابلنا يعني. ده شرف لي محمد، اصحاب وحبايب، فدي اول مره نتقابل انا وحضرتك، فانا سعيد جدا بهذه المقابله. الشرف لي، واتمنى ان احنا نتقابل كتير جدا. اكيد اكيد ان شاء الله. اشكركم مره ثانيه، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. اقروا صلاح جاهين واسمعوا صلاح جاهين تاني، اسمع صلاح جاهين، جربني مش هتخسر حاجه. اسمع الراجل ده بيتكلم ازاي، ودي حاجة مذهلة مذهلة ومخيفة في حجمها. بالمناسبة خلصت الحلقة لحد كده. كريم رمزي ثواني يكون موجود، ما هو دخل لسه، هيكون دخل علينا دلوقتي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.